مثل أيضا تجربة. صباح جديد يشرق على اليمن وتتجدد معه الآمال بعودة حقيقية للحراك السياسي في البلد من أقصاه إلى أقصاه، تحت ظل جمهورية موحدة خالية من قوى الملشنة وانتهاكاتها ضد حق الإنسان في التعبير والرأي والانتماء. 34 عاما منذ اللحظة الأولى التي امتدت فيها إشاعة الإصلاح إلى كل ربع الوطن، تنسج الضوء للشعب في السلم والحرب، في الدولة والانقلاب، في المنافسة والاصطفاف. ليست الذكرى مجرد رقم، لكنها حصاد لتاريخ من النضال والكفاح، يقول أبناء التجمع. أنا لست أمريكا ليقتل باسمها، أنا لست أمريكا ليقتل باسمها، أنا لست إسرائيل فاترك ساحتي. التجمع اليمني للإصلاح اليوم يدعو إلى شراكة عريضة، وأعتقد كان السباق بكلمة الأخ رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح لجميع الأحزاب لكي يصفوا في إطار عريض وكبير لكل القوى السياسية بلا استثناء، القوى الوطنية التي تعمل من أجل استعادة الشرعية. الجمهورية والوحدة وما يترتب عليها من استحقاقات وثوابت كانت وما تزال أبرز الركائز التي يستند عليها الإصلاح، ولأن لحظة الميلاد تحمل دلالات الهدف والرؤية، فقد كان سبتمبر والعام 90 هما موعد التأسيس. خلال 10 سنوات من الانقلاب الحوثي تمسك الإصلاح بالقيم الوطنية وضحى لأجلها بالكثير على صعيد المقاومة والسياسة، وهكذا سيستمر تؤكد قيادة الإصلاح. الإصلاح يعاهد الله ثم يعاهد الشهداء والجرحى ويعاهد أبطال ثورة سبتمبر وأكتوبر أنهم على العهد ماض، وأنهم سيقدمون كل غال ورخيص حتى ينتهي الانقلاب وتعود الدولة وينتصر الشعب اليمني. في السنة 34 من عمره يملك الإصلاح قاعدة جماهيرية كبيرة، بحسب أعضائه فهو حزب لا يشيخ بتقدم الزمن، وإنما يزداد حنكة وبصيرة وثباتا مهما تضاعفت المؤامرات وتعددت الحيل. هدف الإصلاح اليوم هو رسالة الأمس، وغاية الغد هو هدف اليوم. الجمهورية باقية والقضية على موعد مع النصر وإن تأخر. أيمن قائد يمن شباب، تعز.